يعد الشباب أحد العوامل الرئيسية والحاسمة في التأثير على الرأي العام بأفكار جديدة من شأنها تعزيز الثقة لديهم. ومن بين هؤلاء الشباب عائشة ابنة مدينة الجلفة التي تقدمت لمكاتب الانتخابات للتسجيل في القوائم الانتخابية لتضمن حقها في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. يوم جيت باش نبدل الإقامة تاع بطاقة الناخب، وكما نعرفوا كامل راها جاية علينا أيامات فيهم الانتخابات الرئاسية، ولازم يخرجوا بطاقة الناخب وينتخبوا ويمدوا رأيهم، لأنه هذه بلادهم وكما عندهم حقوق عندهم واجبات، ولازم الواحد يمد رأيه ويمد صوته. مشاركة الشباب في التصويت وجعل أصواتهم مسموعة لحجم القاعدة الانتخابية الكبيرة ببلادنا، حيث تعكف المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجلفة على تسهيل كل الإجراءات للشباب الطموح بالعملية الانتخابية. تقدمت اليوم للبلدية باش نسجل الانتخابات القادمة هذه، ونتمنى المواطنين جميع المواطنين يسجلوا باش يبنوا الوطن إن شاء الله والبلاد إن شاء الله. سجل في وليدي في القائمة في القوائم الانتخابية، لأنه السن تاعو راه 18 سنة، وهذا هو من أجل باه يفوطي ينتخب، وهذا واجب وطني أكيد. طبيعة الحال لازم كل إنسان يتقدم يسجل نفسه. العملية تسير بشكل عادي على مستوى مقرات المندوبيات البلدية فيما يتعلق بتسجيل الناخبين المعنيين بهذه العملية. اللجان البلدية المراجعة يعني تم تنصيبها في حينه، يعني كل الإجراءات والترتيبية التنظيمية تم اتخاذها لسير هذه العملية على أحسن ما يرام، في حتى نتوصل إلى ضبط الهيئة الانتخابية المعنية بإجراء الانتخابات المسبقة الرئاسية المسبقة اليوم 7 سبتمبر إن شاء الله. تسهيل الإجراءات الإدارية وحث الشباب على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تعزيزا للديمقراطية التشاركية التي ستعطي تأثيرا إيجابيا وتعكس احتياجات وتطلعات الشباب لبناء الجزائر الجديدة في كنف الاستقرار والتنمية المستدامة.